الصحية FM تأتيكم بكل ما هو جديد في عالم الصحة. العديد من الأسئلة والاستفهامات التي تدور في فلك السؤال حول صحتك، حول صحتك، وقد لا تجد لها إجابات أو تكون إجاباتها غير صحيحة. لذا ننوب عنكم في طرح السؤال ونجيبكم إجابات صحيحة مصادرها مؤكدة في فلك السؤال. من الصحية FM. ما هي التوصيات المقدمة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن انتشار والوقاية من مرض جدري القرود؟ تجنب مخالطة الآخرين عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي. التواصل مع فرق رصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة مع تورم العقد اللمفاوية، وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يوما. والاتصال بالخط الساخن المجاني للمركز الوطني لمكافحة الأمراض على الرقم 195 لأية معلومات أو استفسارات حول المرض. العديد من الأسئلة والاستفهامات التي تدور في فلك السؤال حول صحتك، حول صحتك، وقد لا تجد لها إجابات أو تكون إجاباتها غير صحيحة. لذا ننوب عنكم في طرح السؤال ونجيبكم إجابات صحيحة مصادرها مؤكدة في فلك السؤال. من الصحية FM. تبدأ بفكرة ثم تمتد وتمتد